مضمونها، وربما يفصل هذا فيما بعد، مضمونها بأن استغلال الدين أيا كان هذا الدين للوصول إلى أغراض سياسية هو سبب الأزمة التي يعاني منها العالم في كافة تفاصيله، سواء عند المسلمين أو عند غيرهم. كلما خرجنا الدين من دائرته الضابطة لحركة الحياة والضابطة للسلوك الإنساني إلى أن يستغل هذا الدين بقيمه ومسله للوصول إلى أغراض سياسية، نحن إذن نحن أمام أزمة كبيرة. التاريخ يشهد منذ وجود الخوارج إلى وقتنا الحاضر بأن هذه الأزمة سببها أن البعض يستغل الدين سياسيا، نعم، للوصول إلى أغراض سياسية. دي رسالة مهمة أوي. يعني إذن هذا الذي يحدث ويتألم منه العالم أو يتأذى منه العالم ليس من الدين، ولكن استغلال الدين لتحقيق أغراض بعينه. الدين في حد ذاته هو جزء من الحل مشكلات العالم وليس المشكلة. والدين بقيمه ومسله ومبادئه وقواعده ورحمته ومرونته وكل المعاني الطيبة التي تضمنتها قواعد الدين الإسلامي هي جزء من حل المشكلات في العالم. العالم الآن، وربما أيضا نفصل هذا الكلام، يحتاج إلى العودة إلى منطقة القيم، منطقة الأخلاق. هذه المنطقة مفقودة في أجزاء كبيرة جدا.